ما يمكنش هاد الفيديو خاصكم تفرجوا بيه حتى الاخر وتكملوه باش تعرفوا الطمع في اللي يقدر يوصل البنادم. يا واش بهالصح كيفاش جايبو فين غنخبيه واه فين غندفنوه؟ عباس وزهراء غادي يصفيوه لولدهم غادي يقتلوه، وهادشي كله على قبل الفلوس، ولكن هما راه ما عارفينش باللي هذاك اللي قتلو راه ولدهم. ما فهمتو والو ياك؟ حتى انا راه ما فهمت والو، وغادي يجيكم الغرور باش تعرفوا هاد القصه اللي حتى واحد عمره ما دوى عليها. اعطوني واحد اللايك وما تزقلوا من القصه، تفرجوا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا العبار اللي فيها كون نستافدوا. عباس وزهراء مجوجين وخدامين بجوج في واحد الفيلا، خدامين بجوج عند واحد المراه مرفحه، وهاد المراه مرفحه مزوجه ولكن ما رزقهمش الله بالولاد، والعكس زهراء مرت عباس عمرت عباس بالولاد وكل عام جايبه ليه شي ولد. دار واحد العام زهراء حملات وقلبوها بجوج على قبل الولاد، عباس قال لها راه عمرتيني بالولاد وانا ما عنديش علاقة الحال، سيري شوفي تيحيه ولا شوفي فين تيه، وقلبوها بجوج وما بقاش كيدويو. وزهراء ديك الساعة كانت كرشها كبيرة قربت تولد، وكل نهار كتبكي ديما كتبكي، وحتى لواحد النهار مولات الفيلا شافتها كتبكي وتقول لها زهراء مالك كتبكي، وصافي بدات كتعاود ليها وعاودت ليها كاع المشاكل اللي عندها مع عباس. مولات الفيلا قالت لها صافي انا لقيت لك الحل، غادي تولدي وتعطيه ليا ربيه نديرو بحال ولدي، حيت انا كما كتشوفي انا وراجلي ما رزقناش الله بالولاد، وغادي نديرو في الحاله المدنيه وغادي نعطيك جوج المليون. وقالت لها ولكن تخبري ما نبقى نشوفك لا انت ولا راجلك. وفي الليل زهراء دوات مع عباس وقالت ليه صافي ولد الفيلا راه بغات الولد اللي في كرشي وهانت تهنيتي منه دابا، وقالت ليه من فوق هادشي غادي تعطيك جوج المليون، وقالت ليه ولكن بشرط ما غنبقاوش خدامين عندها خاصها نشوف حالنا. عباس قال ليها واش غير جوج المليون؟ حنا ماشي نشوف حالنا، حنا نغبرو كاع. وداكشي اللي وقع، زهرة ولدات ومولات الفيلا خدات الولد ودارتو في الحالة المدنية وسماتو كمال، وداكشي اللي اتفقوا عليه عطاتهم جوج المليون. وزهرة وعباس جمعوا حوايجهم وجمعوا ولادهم ومشوا خدموا في واحد الفيلا اخرى، وداز سنين وسنين حتى لواحد النهار زهرة تفكرت ولدها ومشات للفيلا فين كانت خدامة في الاول باش تشوف ولدها، دقات في الباب وبقات تتسنى وحتى واحد ما حل عليها. وهي دوز واحد المرة من تماك وبانت ليها زهرة واقفة حدا الفيلا وهي تدوي معاها، قالت ليها شوفي هاد الناس راه مشاو لفرنسا وعمرهم جاو وعمرهم باغي غادي يجيو، رجعت في حالها للدار وعرفت باللي عمرها باغي غادي تشوف ولدها. السلام عليكم الاصدقاء، شكرا لكم على الدعم بزاف، شكرا لكم من القلب، شكرا الناس اللي كيتفاعلوا مع الفيديوهات، وشكرا حتى الناس اللي ما كيتفاعلوش معاهم، وشكرا بزاف الناس اللي كيتفرجوا فينا من الجزائر ومن كاع خارج المغرب ومن الغربه. وما فيها باس دير واحد اللايك وتبارطاج الفيديو، واهم حاجه ويدز عليها هذا الفيلم كامل وهي لالي الاجرام، وكل شيء هبط ويكتب لالي الاجرام واللي كتبها الله ينوره. والحباب نطلبكم باش تدوزوا عندي القناه تاعي في يوتيوب تلقاوها في اول كومونتير، تلقى فيها كاع القصص، دوزوا ليها شدوا فيها ستون تماك، ويلاه بداو طلاق طلاق السخون طلاق. عباس وزهراء نساو ولدهم وعرفوا باللي عمرهم باقي غادي يشوفوه، وداز سنين وسنين حتى لواحد العام مولات الفيلا رجعت في حالها، رجعت هي والولد كمال، ومولات الفيلا مات ليها راجلها في فرنسا وهي كانت مريضه بزاف، وكمال قرا في فرنسا وخدم وتزوج ولا كبير، ومره مره كمال كان كيجي يطلع على مو اللي هي في الاصل غير مربيه، ولكن هو راه ما عرف والو من هذا الشيء. وحتى لواحد نهار السبت كمال جا باش يشوف مو، امو كانت مريضه بزاف، كانت على فراش الموت، صافي وما عرفت راسها مريضه بزاف وغتموت، قالت ليه الحقيقه، قالت ليه بلي انا غير مربياك وهباك وهمك الحقيقيين، قالت ليه باك هو عباس، امك هي زهرة. وكمال فاش سمع هادشي تصدم وشد في راسو وبدا كيغوت. ودات ايام قليله وهي تموت المراه اللي كانت مربياه، وكمال خرج وبدا كيقلب على باه ومو حتى عرف براسه فين كاينين، وعرفهم باللي ما عندهم والو وعايشين غير باش قسم الله، عرف باللي باه هو عباس ومو سميتها زهرة. وكمال قرر يفرح باه ومو وجي لهم اكبر مفاجأة وشري لهم فيلا ب 50 مليون، فيلا كانت في واحد الفيلاج، وجا النهار فاش غادي يمشي عندهم كمال حط 50 مليون في باليزا وقالها لمرتو، قالها راه غنمشي عند با ومي، وركب في الطوموبيل ومشى عندهم.
وصل لبلاصه فين كاين باه وتلقى مع واحد الفقيه كان سمسار في ذاك الفيلاج، وقال ليه واحد السيد سمته عباس راه عساس تاع الفيلات كاين شي بلاصه هنايا. قال ليه بيتي يشوف ليا شي فيلا، بيت نشري شي فيلا هنايا. وداكشي اللي وقع داك السمسار كان كيعرف عباس، قال ليه اه كنعرفو فين كاين، وركبوا في الطوموبيله ودا عند عباس. كمال راه ما قال والو السمسار، ما قالش ليه بلي داك العساس عباس باه، ما جبدش ليه الموضوع. وداكشي اللي وقع كمال مشى عند باه عباس وكان بغى يعنقو حيت اول مره كيشوف باه، ولكن كان صبر خليته نجي لهم مفاجاه. وشتي كون قال لهم انا راه ولدك كون كاع ما وقع هادشي. كمال دوى مع عباس وقال لي راه جايبين نشري فيلا وبغيت اليوم نطرق هاد المسمار. عباس قال ليه سلق هو اللي كاينه في الدوره، قال ليه انا دابا نخلط عليك. وداكشي اللي وقع كمال مشى للقهوة، ولكن قبل ما مشى للقهوة داز للطونوبيل وهز الباليزة اللي فيها 50 مليون. عاباش داز للقهوة وبقى كيتسنى غير شوية ويجي عباس وبداو كيدويو، ويقول ليه كمال راه عندي باليزة فيها 50 مليون وخاصني شي بلاصة فين نبات، شي بلاصة تكون آمنة. عباس معسمع 50 مليون خرجوا ليه عينيه وقال هادي هي الهمزة اللي عمرها غادي تجي. قال ليه صبر صبر ما عندك فين تمشي، انا راه خدام في واحد الفيلا ومولات الفيلا راه ما كايناش مسافره، مرحبا بك عندنا جي ريح معانا، راه كاين غير انا والمراه. وداكشي اللي وقع شمعوا له كفا ومشاو للفيلا، وكمال راه ما كانش خايف من العباس حيت يقول هذا با، وكان مشوق باش يشوفه ويدوي معاه. وحتى لهنايا عباس راه ما عرفش بلي هذاك راه ولده. صافي دخلوا للفيلا بجوج وبداو كيدوي. واينوت عباس مشى عند مرته وقال ليها شوفي صايبين لنا جوج كيسان تاع العصير، راه اليوم كاين الهمزه راه هاد السيد لاباس عليه. قال ليها شوفي وجدي راسك راه غادي نصفيوها ليه، غادي نقتلوه وغادي نتوريه الفلوس، راه عنده 50 مليون وغادي نساو الفقر ديما. وهما راه ما عرفش بلي ولدهم هذاك وراه جاي غير باش يفرحهم. شتي الفقر شحال صعيب الحباب، اعتبر واحد البارطاج دابا باش القصه توصل بزاف الناس وياخذوا هاد العبره. عباس خرج من الفيلا ومشى شرى السم تاع الفيران وداروا في الكاس تاع كمال، داروا ليه في العصير وصافي. جاب الصينيه اللي فيها جوج كيسان تاع العصير وعطى لكمال الكاس اللي فيه السم، وكمال شرب العصير وداز غير شويه الوغز وبدا كيتوجع وكيغوت. عباس غير شافو كيغوت ويعيط على مرتو باش تعاونو وما يقبضوه وما يكتفوه، ربطوا ليه يديه ورجليه. والمشكله الولد كمال كيقول لهم بابا ماما انتوما راه بابا ماما، هما ما سمعوش وما عرفوش اش كيقول وكيبانوا لهم غير فلوس. وما طاحش لهم في البال بلي غادي يكون ولدهم هذاك حيت يقولوا عمرنا باقي غادي نشوفوه. وما داوهاش فديك الهضره فاش كتفوه. عباس مشى جاب واحد القنبه وشنق ولدو كمال، شنقو وحتى قتلو وحتى خرجت الروح تاعه. صفوها ليه هما يقلبوه لقاو في جيبو 100 ألف ريال 5000 درهم، ولقاو في الباليزه 50 مليون. وتسناو حتى ظلام الحال مع ديك 12 الليل قبضوه وما يخرجوه وداو واحد الغابه كاينه اللور وحفروا ودفنوه ورجعوا للفيلا بحال ما كاين والو. مشاو للشرطه تاع الفيلا وما يحفروا واحد الحفره وحطوا الباليزه اللي فيها 50 مليون باش يخبيوها وباش حتى واحد ما يعيق بهم باللي عندهم الفلوس. حتى لواحد النهار تقريبا شي يومين ولا 3 ايام داك السمسار جا عند عباس قال ليه فين هو الدري اللي جبت ليك، الدري اللي بغى يشري الفيلا واش باقي يدير شي معاه؟ عباس قال ليه هاديك غير همزه خاويه، داك الدري ما بغى يشري ما والو، وسد عليه الموضوع ومشى في حاله. مرض كمال بدات كتخلع على راجلها كمال، واه اكثر من سيمانه هو غابر ما سول ما والو. في الاول قالت بلي راه مع باه ومو حيت منين ما جافهم، ولكن اكثر من سيمانه ما دور ما سول راه شي حاجه تماك. ونوضت الطوموبيله تاعها وركبت معاها واحد المراه ومشاو لبلاصه فين قال لهم كمال. بعد دخلوا الفيلاج قال لهم كمال وتبان لهم الطوموبيله تاع كمال كحله كاين مع دخلت الفيلاج. وتمو غاديين ديريكت الفيلا فين كاين عباس وزهره، ومعوصل الفيلا بان لهم عباس واقف قدام الفيلا وكيشطب. عباس مع شافهم وصلوا جاب ديك المراه اللي كانت مع مرت عباس كان كيعرفها ويقول لها فين صافا لاباس عليك. مشى عندهم سلم عليهم ودخل لهم الفيلا لداخل وجات زهره وبداو كيدويو.
ديك المرأة اللي جات مع مرت كمال كانت كتعرف زهرة وعباس وهي تقول لهم واش باش عندكم كمال راه الطوموبيله تاعو غير تماك. واحد الدري سميتو كمال راه كان هز معاه الفلوس بزاف وكان جاي يشري فيلا. قالت لهم واه الولد كمال لعجدوه مولات الفيلا شحال هادي، راه مولات الفيلا مات ودابا راه عارف كل شيء وكان جاي باش يشري لكم فيلا. فينا هو؟ مع سمعوا هادشي تصدموا، زهره بدات كتغوت وعباس حتى هو كيقولوا ناري قتلنا ولدنا ناري. الحباب انسوش بارجوا الفيديو وتكتبوا فيه لفوق لا للإجرام واللي كتبها اللي ينوره. وديك الساعة نات مرت كمال اللي كانوا عد جوج ونات ومشت عند البوليس وعودت ليهم كل شي. البوليس ديك الساعة جاو ومشوا يشوفوا البلاصة في مدفون كمال، حفروا عليه وجبدوه ولقاو هنيت كمال ذاك الولد وجبدوا حتى الفلوس 50 مليون ومية ألف ريال اللي كانت في جيبه. وزهرة وعباس حكموا عليهم بجوجهم بالمؤبد وندموا واحد ندمة ما يمكنش، واحد ندمة بائسة بزاف. الأصدقاء ما تنساوش تدوزو عند القناة تاعي في يوتيوب والانستغرام، غتلقاوهم بجوجهم في أول كومنتير، هالانستغرام وهالقناة، هالانستغرام وهالقناة غتلقاوهم في أول كومنتير. وتحياتي لكم.